مساء الخير يا حياتي. مساء النور. بمناسبة ايه الورد ده؟ بمناسبة انك وحشتيني. وانا كمان. عملتوا ايه؟ خير يا ماما ان شاء الله. قريتوا الفاتحة؟ لا لا، ما قريناش الفاتحة. بجد؟ بصراحة يا ماما احنا ما قدرناش نعمل كده وحضرتك مش معانا. ابنك طلع مؤدب زيادة عن اللزوم، قال ماما قبليه. ايوه، احنا هنقرا الفاتحة بكرة ان شاء الله. لا، بكرة ما ينفعش خالص. ليه يعني؟ وراكي ايه؟ عندي دكتور اسنان. ايه؟ ولا ما ينفعش. ايه هو اللي ما ينفعش؟ لا يا حياتي، ما ينفعش يعني تبقى انت رايحة لدكتور الاسنان يمكن تخلعي او تهشي وابنك ما يروحش معاكي. طيب يا ماما، احنا نروح على دكتور السنان وبعد كده نروح لهم على هناك. هو انتوا اديتوهم ميعاد على الساعه كام؟ 7:08 صح؟ 7:08 ده نفس ميعاد الدكتور. مش مشكله خالص، احنا نكلمهم ونأجل ساعه. يعني اروح للناس وانا مش عارفه اتكلم؟ احسن. نعم؟ ان شاء الله هتبقى احسن وهتقولي كل اللي بيعتلك بيه صدرك. عشان خاطر يا ماما. حبيبي انا بعد كده كمان عندي دكتور القلب. ما ينفعش بقى. ماما سوري. طيب احنا بكره نروح لدكتور السنان وبعد كده نروح لدكتور القلب واي دكتور انت عايزاه وبعد كده نروح للرفاعي. لا، قبل ما نروح له الاول نعدي على دكتور العظم عشان لها شاشه، وبعدين نقعد في المستشفى شويه نعمل شويه تحاليل ونكلم نسايبك يقول لنا المستشفى. مش مراتك دكتور؟ خلي الفرح المستشفى. بس يا ولد، عيب ماما، ايه الادب.